جاهزين حتى تشوفون المشروع الجديد. 3 2 1 واو والله رهيب. السلام عليكم، شو اخباركم؟ وياكم مهدي. وقبل كل شيء لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتفعلون جرس الاشعارات. واليوم وياي ابو الصوف. لا تضربني. اليوم راح اشوفكم التغييرات والاشياء الجديدة اللي صارت بالسيرفر. اول شغلة، تعال ابو الصوف، تعال شوفوا. طبعا هنا انا موجود. لا تموت، وخر راح تموت. هنا انا موجود عندنا مال الشواء اللي سويناها برمضان. هلا ولك. لا تضربني. اليوم راح اشوفكم تصاميم جديدة صارت بالسيرفر. اول شغلة جزيرة مشتركين راح نشيلها بالفيديو القادم. المهم بس لحظة خلي اعدل هاي وارجع لكم. رجعت لكم. لا ما اريد يطلع التصميم الجديد. طبعا اليوم سوينا تصميم اسطوري. اول شغله خلي اشوفكم ايش سوينا بهاي المنطقه. سوينا مزرعه جديده. اول شغله سوينا حظيره الابقار. هواي ناس قالوا لي وين الابقار، جبنا لكم ابقار. شلونك بصوف؟ وخر ورع وخر طاح بالماي. هلا بقره، شلونك؟ والله صوتهم مزعج هذا الابقار، راح نصيب المونتاج. هلا تعال صعد من اصعد عافيه. المهم طبعا هاي حظيره الابقار سويناها بالفيديو السابق شفتوه، واليوم جبت ابقار. الا والابقار طبعا الناس صندوق فارغ. حلو حلو. طبعا هاي اول شغله سويناها جديده. ثاني شغله هواي قالوا لي اوغا لا تزرع اشجار. ليش؟ لان تصير غابه. شوف ايش صار، والله خربت المزرعه كلها. والله المزرعه مسكينه. هلا شنو هاي؟ بعدي ما طلع. ليش؟ اوه قصب سكر. والله توقعته ما يطلع. حلو، راح ابدي اسوي اوراق وقايض القروين. شوفوا طبعا سويت مزرعه جديده. ليش؟ بس لحظه خلص عاد. لا يا الغشاش، غشاش والله. وخربت مو؟ اي والله خربت. طبعا سويت مزرعه جديده لان ذيك المزرعه خربت. حلو. طبعا هاي المزرعه زرعنا بها انا وزيرو جيمر ومصطفى، كل شيء زرعنا. المهم بس لا تخرب. حلو خل ازرع هنا وبس. يصير اكل والله. حلو والله. بس لحظه، والله طعم البوتيته مو حلو، طعم اللحم احلى. هلا وشلونك؟ لا تسد الباب. غشاش، لا تسد الباب. ارد اطلع. تركت لك. المهم هاي شوفناك. لا طلع البيت الجديد. المهم هسه راح اشوفكم مش موجود بهاي المنطقه. طبعا بالفيديو القادم راح تشوفون هنا مشروع جديد اللي هو ما راح اقول لكم، اللي يعرف يطلع اسمه بالفيديو القادم او تعليقه. طبعا اكيد شفتوا التصميم الجديد او البيت الجديد، ما اريدكم تشوفونه. وهاي الغابه اكتبوا لي بالتعليقات تردوني اشيلها او لا، كيفكم. ولا تنسوا صدق شباب بنات اشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات وضغطوا لايك. حلو هسه راح نشوفكم بقيه الاشياء. بس لحظه قبل لا نشوفكم البيت الجديد، طبعا البيت مستحيل تشوفوه مثله. اول شغله راح اكتب اليوم اسم 2 من المشتركين. طبعا صار لي فتره ما كاتب اسماء لان بصراحه جاي نشتغل على السيرفر بشغل مو طبيعي. حلو، لان عندنا هواي تصاميم نريد نسويها. تعال والله خنزير لقيت. موت والله زاد صعبه. تعال عمو موت. حلو هسه صار عندي لحم خنزير ولو ما احتاجه. بس لحظه خلي اكل. طبعا شباب بنات حسابي لا تغش، والله قلت لك حسابي بالانستغرام بالوصف، سووا لي فولو او متابعه، وقنواتي كلها بالوصف. هسه روح اشتركوا بين. حلو، هنا انا موجود عندنا غرفه المشتركين. اجت لي فكره، هنا انا موجود مقلب. ادخل ماكو شيء. ادخل. حل، تستاهل والله. هلا شلون؟ لا تغش، راح اموت. لا تغش. شلون والله غشاش ولا لا تغش. يلا طبعا هاي انا سويت المقلب الزوجتي بس بعدي ما دخلت للسيرفر، عندها امتحانات او دراسه راسبه بدور ثاني. المهم هاي هنا انا موجود عندي الدايموند اللي قلت لكم راح اكتب بيه اسماءكم. المهم طبعا اليوم راح اكتب بلافتات. اول اسم اليوم عندنا من الاسطوره، تعرفون منه؟ اكيد ما تعرفون. لا تغش، والله متوقعك راح تبوق موارد. المهم اكتب الاسم الاول. طبعا شباب بنات متحمسين؟ يلا الاسم الاول من الاسطوره. بس لحظه علقت اللعبه والله. حلو، حاليا كتبت اول اسم اللي هو ملك الغابه. الف مبروك، دخل اسمك في غرفه المشتركين السريه. اللي الاسم الثاني او الاسم اللي بعده من الاسطوره الثاني، تعرفون منو؟ والله علقت له. حلو، الاسم الثاني من حقائق سبورت. الف مبروك، دخل اسمك او اسمك بغرفه المشتركين السريه. طبعا هواي قال لي اكتب اسمي وتدلل. المهم عندك هديه؟ وين الهديه؟ وين هي؟ بس لحظه شباب بنات،
اريدكم اذا تردون اسماءكم تدخلوا بغرفة المشتركين السرية، كل اللي عليكم تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتفعلون جرس التنبيهات، وان شاء الله اكتب اسماءكم. حلو، بس لاحظ شنو الهدية؟ وين الدايموند؟ الدايموند مالي رجع مصطفى، رجعه و... تستاهل هيك يحصل لك مو؟ حلو، هسه رجعت الدايموند، بس لحظة يلا هسه دمهم، بس لحظة. أول شغلة اليوم راح نشوفكم البيت الجديد، طبعا البيت تصميمه وفكرته كلها من عندي، بس ساعدني بيه ساعدوني أعضاء السيرفر تقريبا نصهم. حلو، طبعا هاي البوابة راح أشيلها والله راد يموت بالغلط، والله آسف والله بالغلط، شكله زعلان. مني لك هذا السهم؟ لا والله شو أطلع، لا افتح الباب شو صار؟ غشاش والله غشاش، بس لحظة خل أسد البوابة. حلو هسه تمام، حلو كلش حلو. هلا شلونك؟ موت ورع غشاش. تعال وراي، تعال خلينا نشوفهم البيت الجديد. طبعا جزيره المشتركين راح احذفها او احتمال اخليها ذكرى. حلو، طبعا ذاك البيت الجديد اكيد تشوفونه. تعال وراي ابو الصوف، كم لايك تريد نوصل؟ والله حلو انطيتني هديه، كم لايك تريد نوصل؟ 3 2 1 ايش قد تريد نوصل؟ اكتب ايش قد تريد كم لايك؟ احكي ارجوك بليز، احكي كم لايك؟ الاساطير قدها الجيش اوف 10,000 لايك. واو والله مستحيله. تعال هاك هاي هديه لك، اخذها بوتيته، اكلها. ليش ما تاكلها؟ ها مو جوعان. حلو يلا تعال وراي، تعال اريد اشوفك. اول شغله المحلات اللي موجوده عندنا في السيرفر، طبعا اكيد شايفينه. قبل لا اشوفكم، بس لحظه، قبل لا اشوفكم البيت الجديد، طبعا هنا أنا موجود المحل مالي اللي لحد الان ما حد يشتري من عندي، بس لوفي جيمر وانا. حلو، هنا أنا موجود مال الشواء. لا تسرق ارجع لا تسرق، والله شكله غشاش هذا. المهم طبعا هسه راح اشوفكم البيت الجديد. قبل هلا خنزير، شنو هلا خروف، شلونك؟ موت. حلو هسه حانت اللحظه الحاسمه، اسمع، باوع منك اي باوع منك، اريدك تحسب من هذا الثلاثة، 3 2 لا تاكل 1 2 3 اوه. ذكرت شغلة قبل لا اشوفكم البيت الاسطوري، اكو شغلة كلش حلوة. لا تدخل البيت طبعا هذا البيت تصميمه من الخارج، تصميم فكرتي وساعدني بي كم شخص اللي هم اعضاء السيرفر. لا تدخل البيت، لا ينفجر بي مقلب. حلو طبعا شوفوا التصميم من الخارج كلش حلو بس لحظة شلون اطلع؟ والله تورطت، لا تفجر البيت والله هذا شكله غشاش. المهم بس لحظة خليني اطلع. حلو هسه تمام، اصعد يا ورق. حلو يلا 1 2 وي. حلو طبعا هنا موجود التصميم الخارجي، طبعا بصراحة البيت كلش حلو، وراح اسوي له غرفة سرية، الغرفة تكون تحت الارض. قبل لا اشوفكم شغلة، تشوفون هاي بوابة النذر؟ حلو، هاي بوابة النذر دخل بيها زيرو جيمر، وش سويت انا؟ كسرت علي البوابة وما ادري شلون صارت هاي، رجع من دخل للبوابة ارجع لا تجي وراي. المهم صارت بوابة جديدة هنا، يعني زيرو جيمر رجع للسيرفر او لا تدخل والله ما ادري شلون اشرح لكم. المهم صارت بوابة هنا ثانية رسبنت. حلو والله الدنيا راح تصير ليل، ايش رايك ننتظر لحد ما تصير الصبح انه بنبدي ندخل للبيت نشوفهم التصميم الاسطوري؟ تمام حلو، غشاش والله غشاش. المهم طبعا هون ذكرت شغله، اول شغله لازم اكل، بس لحظه خلي اشغل الديسكورد وارجع لكم قبل لا انام. اول شغله خلي انام انه بشغل الديسكورد، بس لحظه تعال وراي، تعال اخمد يعني نام. حلو يلا انا هم راح انام. حلو ولك فراش ياب ممنوع تنام عليه، تعال نام شباب بنات، راح اشغل الديسكورد، مو ديسكورد، المهم مال مكالمات، وارجع لكم. تمام مثل ما تشوفون رجعت لكم، واليوم جبت لكم ابو الصوف المزيف. كم لايك تريد نوصل؟ 10,000 لايك. 10,000 اول شغله، هذا التصميم الجديد اللي انا سويته، فكرتي وفكره زيرو جيمر وعلاوي اللي هو مصطفى. المهم طبعا امزح، المهم طبعا هنا الفكره مصطفى تيو، طبعا هاي الفكره كلش حلوه، تخلي زجاج وجوا ماي وماجما بلوك او هيك شيء، راح يصير المنظر كلش حلو، خاصه انا تطلع فقاعات حلوه بالماي زيرو جيمر، انا يا زيرو جيمر. المهم هنا أنا موجود، تعال شوفوا هنا أنا موجود من الشباك، البيت اسطوري بس بعدني ما مأثثه، 4 ساعات بعدني ما مأثثه، لأن فكرة البيت كلش حلوة. تعال علاوي، تعال مصطفى، تعال ادخل مصطفى المزيف، تعال ادخل، تعال ادخل 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 البيت، ادخل ايش رأيك بالبيت؟ احكي الصدق، اسطوري عليك الله، اسطوري قيمة من 100،
ايش قد تقييم البيت؟ 100 لا تموت لا تموت ارجع ارجع مو مو هسه ما عليك ما عليك اول شيء الله شوفوا راح اموت بس لحظه خليني اطلع اصبر لي شويه شويه راح اشرح لكم شنو البيت اول شغله هاي اللي تشوفون الخشب اللي على الحواف او على الاطراف هذا سواه زيرو جيمر طبعا الارضيه كلها سواها زيرو جيمر الاطراف فوق وهذا اصبر لي اصبر لي وهاي الاوراق تشوفونها الخضراء جواها صاير تورت يعني حتى تنطي الضوء للبيت او اضاءه حلو هسه تقولوا لي اوغا شنو هذا مصعد ماي المصعد ماي شوفوه وي حلو صعدت ماري تليبورت هيك احسن شوف شوف بس لحظه بدنا نحكي ايش حكي ايش سالفه شلون انزل شلون تنزل تعال شوف اول شغله هذا المصعد المائي فكرته كلش كلش حلوه شفت شلون تصعد بسرعه شوف انا لا اصبر لي اصبر لي قبل لا اصعد انا اذا اقول لكم شغله البيت تعبنا عليه تعب مو طبيعي اتمنى الضغط لك شوف هاي الحركه واحد اثنين ثلاثه وي شوفوا والله بصراحه حركه اسطوريه طبعا سواها هاي بصراحه زيرو جيمر شكرا زيرو جيمر هسه تقولوا لي اوغا شلون راح تنزل طبعا هذا السطح مال البيت او شنو اقول لكم المهم البيت من فوق هيك صاير خفصوا عليك قاعد هنا قنص عليهم ان شاء الله راح اسوي طابق ثاني ان شاء الله طبعا النزله كلش سهله من هنا تشوفون بس لحظه من هنا نصعد من هاي الصفحه الصعود هلا شلونك مصطفى المزيف المهم من هاي الصفحه الصعود والنزول من هناك النزول بس شلون اطلع حتى نسيت حلو هلا شلونك شوف اجت لي فكره انا راح اضربك وانت اطفر حتى تصعد هسه يلا اطفر اطفر كفو شلون انزل شلون تنزل ايه شلون انزل والله مش مو مشكلتي المهم لا انا راح انزل منها حلو والله صدقون هاي الماجما بلوك شنو ماجما والله ما ادري شو اسم هاي الحمراء انزل لا انزل 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 زلت لا طبعا هاي تدمج بلوكات لا تكسر رجعتن رجعتن إيه؟ حلو طبعا هاي تدمج بشكل مو طبيعي حلو والله ما ادري قال لي زيرو جيمر امشي للنذر جيت وياه وغدرته وكسرت اسمعني جيت وياه وكسرت البوابه مال النذر ورجع بالبوابه مالتنا وترسبنت هاي البوابه الثانيه بس لحظه ايش صار؟ اي واحد كسر بلوكه المهم كسرتوها المهم كم لايك تريد نوصل؟ 10000 لايك وبعد اشتركون بالقناه حلو طبعا شباب انا اتمنى عجبكم هذا المقطع قبل كل شيء ها صديق هاي هنا هاي فيك مو فيك حركه سواها زيرو جيمر شنو فائدتها؟ وين ادري والله كلش كلش حلوه هلا وشلونك؟ وبنهاية المقطع لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتفعلون جرس التنبيهات قبل كل شيء حسابي بالإنستغرام بالوصف أنشر بيه صوري وكل شيء أتمنى تسووا لي فولو أو متابعة وقنواتي كلهم بالوصف اشتركوا بيهن وشكرا مصطفى لأن تجي طبعا مصطفى 2 قناة الجديدة بالوصف اشتركوا بيها وحب أقول لكم إذا عندكم أفكار أو تصاميم كتبوها بالتعليقات وبس مع السلامة.